كتواجدوا معنا في احضان الثانويه 11 يناير هيليا باكادير ايداو تنان في اطار اعطاء الانطلاقه او الحفل الافتتاحي للنسخه 11 من الحمله التحسيسيه للامن بالوسط المدرسي. وهذه السنه تحت شعار الامن المدرسي مسؤوليه الجميع. وكتعرفوا كيف العاده بالنسبه لهذه الحملات التحسيسيه للامن هي واحد عندها تراكمات ايجابيه على مستوى مديريه اكادير ايداو تنان دائما مع نفس الشريك الاستراتيجي اللي هما الاخوان في الولايه الامنيه ديال اكادير ايداو تنان، واللي تبين بانه التعاطي ولا واحد الشراكه استراتيجيه التعاطي معها بواحد السلاسه على مستوى المؤسسات التعليميه، على اعتبار بانه الامر هو مؤسس بواحد الشكل الاحترافي، على اعتبار بانه كنشتغلوا بشكل مشترك على برامج تحسيسية أمنية بالوسط المدرسي تمتد على مدار السنة، واللي هي برامج متنوعة واللي ولات الآن يتم اقتراحها من الأوساط المدرسية، من أطر إدارية تربوية، من تلميذات تلاميذ، من جمعيات الآباء إلى غير ذلك، وتختلف بين أصناف ديال السلوكات المشينة والجرائم، لا محاربة التحرش الجنسي، لا محاربة المخدرات، الجريمة الإلكترونية إلى غير ذلك، واللي تبين من خلال الرصد والتتبع بان هناك مؤشرات ايجابيه كتنعكس ايجابيا في الاوساط المدرسي وفي المحيط ديال الاوساط المدرسي والاسر ديالنا. وهذا كيختلف من مؤسسه لمؤسسه، خصوصا بانه ملي كيكون التعبير على الارتياح وعلى الانخراط التلقائي ديال الاسر وديال التلميذات ديالهم والاطر التربويه. بهذه المناسبه ما يمكن الا نشكر الشركاء ديالنا بما فيهم انتم وسائل ديال الاعلام بمختلف تلويناتها، لا الاخوان ديالنا الشركاء في نساء ورجال الامن الوطني، لا جمعيات المجتمع المدني الى غير ذلك، على اعتبار بانه الجوده في التعليم يقتضي اولا توفير الامن بالوسط المدرسي، وهذه كتبقى مسؤوليه الجميع. الوسط المدرسي المبرمه بين المديريه العامه للامن الوطني ووزاره التربيه الوطنيه والتعليم التربوي والرياضه.